فاميلا كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. حنا دابا يلا خرجنا من عند لا جوندارموري درنا المحضر ديالنا، المهم البروسيدير القانونيه راه غدا مزيان. بالنسبه للفيلم كيفاش طرا، انا نبدا لكم من الاول. وصلنا مع 5 العشيه لمدينه العريش، وشكرا بزاف للجمهور ديال العريش والناس ديال العريش كاملين على الترحيب ديالهم. ما عليناش، مشينا درنا لي بالونس، ابري مشينا للوطيل باش ناكلو ندوشو الى اخره ونستعدو ان شاء الله للشو. فاذا بينا كناكلو، انا جاي ديجا مريض البارح، كاين شويه سخانه وداكشي، يمكن البرد ديال الكليماتيزور وداكشي، كنت شويه مريض. فاستدعيت السيد اللي خدام تما في الريستورون، قال لي راه نصيفطوك عند الممرضات دوك لك شي برا باش تهبط لك الحراره ديالك باش تكون مزيان في الشو ديالك الى اخره. حتى الان كلشي مزيان، كنا جالسين كناكلو، فاذا بينت انا والسيرفور باش يوريني الممرضه فين كاينه ونمشي عندها. عقلوا معايا الاحداث مزيان باش نمشيو بالتسلسل باش يكون كلشي واضح. خليت الدراري صحابي حموده وحمزه المصور كريم لوكيلي ووليد كيقصيو في الريستورون، وانا مشيت انا وسميتو السيرفور ولا السيد اللي كان سميتو يجيب لينا داكشي اللي بغينا الى اخره باش يوريني الممرضه. غادي في الطريق حدا البيسين ديال لوطيل حتى كنسمع واحد الصوت ما غريبش عليا، درت لقيت واحد المهم واحد الماشي راجل بيضق دايرين به واحد 5 البياض اخرين كلهم ماشي رجال راوين بمعنى الكلمه. فجأة قال لي جا كيستلطف كيهضر بواحد الطريقه زعما كيقرب بشويه 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 وكيهضر الدنيا حنا تلاقينا وكذا وكذا. فوقف قال لي هذاك اللي من هنا شاد الكاميرا، واحد اخر من هنا شاد هو التليفون ديالو كيصوروا فينا، واحد هنا شاد التليفون والاخر هنا شاد التليفون، وثلاثه اللور وهو قرب عندي ويدير لي باق بصليه. بغيت درتها كيبان لي دري صغير مسكين تخلع كيغوت ماما، درتها بانت لي مرا حامله كتشوف مشوكي في هذاك المنظر، درتها بانت لي واحد دافع بوسيت باغي هربان بحال كاين شي مشكل. ما درت حتى رياكشن، بقيت كنشوف ونقول لي صافي زعما نتوما 6 الناس جايين وكدا وكاميرا وسابقني بنهار، انت عندك الشو غدا وسابقني بنهار موجد ليا وكتسناني وانا ما عارفكش اصلا واش كاين باش دير هاد اللعيبه هادي. صافي زعما هادشي اللي كاين، زعما واش هاد الصريه اللي شيطاننا في هادشي، ما كايناش شي حاجه زعما ما احسنش حاجه اللي تكون كتستحق هاد العناء اللي درتي كامل. فبقيت كنشوف ما درت حتى شي رياكشن، كما قلت لهم بقيت كنشوف بحال ما كان. قلت هادو غنوليو في ديك القصه غرد غتكون رده فعل، غنوليو في ديك القصه ديال جوج روابا مضاربين، حنا مستديانا مستدعينا الناس مكبرين بينا، حنا كنبريزونطيو واحد الفن غنوليو في شد لي نقطع لك، والرجال ما تيضربوش في لوطيل. او الرجال ما كيكون 6 كيضربوا مع واحد مريض طالع عليه السخانه غادي مسكين غادي مسكين يدق برا. الرجال ما تيضربش معاك في اوطيل قدام ناس كبار وعيالات ودراري صغار، ما كيانسيتيوش على فيولونس اصاحبي. هادو الرجال تا جاي جيب معاك 5 باش تضرب مع واحد وانا ما فراسيش انت كاع واش كاين. ها فقلت لك عندك لاريبك، ومن قلت لك عندك لاريبك قلت لي يدك فين انت والقانون بهذه الكلمه هذه، قلت لي انا ما بقيتش محسوب عليكم هنا نتوما المغاربه. فقلت لك مرحبا كاينش مشكل انا غنديكلاري، وجيتي من بعد صيفطتي لي واحد حق نتسامحو نتسامحو، تجي تعدى عليا تصليني تصور فيديو ريكابيتولاتيف. هو انت في النوايا ديالك كنتي كتقول هذا راه ما غنوقف غندير ليه هكا، غادي تكون رياكشن من طرفه هو ان شاء الله جيتي معاك الحميه. انا كتب بوحدي، الدراري صحابي كانوا شي ياكلوا واوغوزمون الحمد لله ملي ما كانوش ومشات الامور بالطريقه هذه. انا ما بقيتش قدوه ديال المشاكل، انا قدوه ديال الانسان النزيه ما عندي ما ندير بمشاكل، انا قدوه للانسان اللي كبير مولا وليدات. دابا باش ريكابيتولي كلشي، جيتي وشتي معاك 5 البياضق انت هو البيضق السادس، ضربتي مع واحد ماشي ضربتي 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 واحد مريض غادي ماشي دوك كبرى يهبط بها الحراره اللي فيه السخانه اللي فيه، ما جيتيش لراسك كعارف اش كتعني هاد اللعيبه هادي. شنو غادي نقول انا ماشي داك المستوى ديال غنوض الاطر كاملين اللي معيطي ليا والناس كاملين الزوينين اللي ساهرين والناس اللي كيتسناوني في الفيستيفال
انوض نخسر هادشي كامل باش ندير لك خاطرك انت ميخي ماشي راجل نضارب انا وياك. فخلي الامور القانونيه غاديه وحنا ديك لارينا لسبب اخر باش هذيك الكاميرا ناش بغيت حط هذاك الفيديو سوادي زون اللي مورق غيكونوا عندنا حنا فيديو ديال انكم نتوما ست الناس غادي باش تضربوا مع واحد وجاي عندي من اللور ماشي راجل ما جيتيش تافاس تفوا على رجولتك. حاجه وحده اللي ما تفهمهاش ليا هي دوك جوج اللي كيصوروا هذوك اللي جيتيهم معاك نقدروا نفهموها نقولوا خفتي على راسك قلتي يقدر يتفاقم الوضع وكذا الى اخره ماشي مشكل مزيان. ولكن هذاك اللي جاي ولا دوك جوج اللي كيصوروا واش واحد من هنا وواحد من هنا واش كدير المونتاج ولا شنو ما فهمتش هاد اللعيبات ما فهمتش. وزعما قلتي زعما غنهدوا بهذا الفيديو هذا من بعد اعتدي فيديو ديال سته مضاربين مع واحد ها ترى زيرو تكاكي والزنقه دوزناها وكنعرفوا شكون اللي كيتضارب وشكون اللي ما كيتضاربش وهاد المرض هذا ديال تصور بنادم راكم عارفين فيه من كاين. والصلاه على الحبيب خلي دابا الامور القانونيه تاخذ المجرى ديالها بيسان لوف كرا طاطا سيلاشي فريمون باش عايش من البارح اليوم شربت بلاطو اول بلاطو الثاني بديت فيه دابا وعلى بونش كنا غنانوليو الشو لظروف صحيه والناس اللي جاو لي بالونس راه شافوا كنت فوق صحيه ما قدرناش. من منين طرا هذا الفيلم هذا قلت لا هاد الشو هذا اللي بنادم باغي يعكسوا ليا بنادم مبيضق وباغي يحرمني من انني نتلاقى مع الناس اللي كنبغيهم وكيبغيوني فغنمشي ليه تحت اي ظرف كان وتعيش الرجوله. وشكرا بزاف على الناس ديال العريش كررت الفعل ديالكم وكان التفاعل ديالكم طوب ما عندي ما نقول ونتمنى ان شاء الله نزوركم في مره اخرى في ظروف اخرين احسن من هادو وتحياتي بيس اند لوف فاميلا. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. حنا دابا يلا خرجنا من عند لا جوندارموري درنا المحضر ديالنا المهم البروسيدير القانونيه راه غدا مزيان. بالنسبه للفيلم كيفاش طرا انا نبدا لكم من الاول وصلنا مع الخمسة العشيه لمدينه العريش وشكرا بزاف للجمهور ديال العريش والناس ديال العريش كاملين على الترحيب ديالهم. ما عليناش مشينا درنا لي بالونس ابري مشينا للوطيل باش ناكلو ندوشو الى اخره ونستعدو ان شاء الله للشو. فاذا بينا كناكلو انا جاي ديجا مريض البارح كاين شويه سخانه وداكشي يمكن البرد ديال الكليماتيزور وداكشي كنت شويه مريض فاستدعيت السيد اللي خدام تما في الريستورون قال لي راه نصيفطوك عند الممرضات دوك لك شي برا باش تهبط لك الحراره ديالك باش تكون مزيان في الشو ديالك الى اخره. لحد الان كلشي مزيان كنا جالسين كناكلو فاذا بيا نط انا والسيرفور باش يوريني الممرضه فين كاينه ونمشي عندها. عقلوا معايا الاحداث مزيان باش نمشيو بالتسلسل باش يكون كلشي واضح. خليت الدراري صحابي حمودة وحمزة المصور كريم الوكيلي ووليد كيقصيو في الريستورون وانا مشيت انا وسميتو السيرفور ولا السيد اللي كان كي سميتو يجيب لينا داكشي اللي بغينا الى اخره.